تفضل يا محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سلمك الله سؤالين. الأول إني دخلت المسجد والإمام انتهى من الصلاة ودخل معنا واحد مسافر يصلي ركعتين اللي هي صلاة العشاء وقال بتقدم بكم بركعتين بصلي ركعتين لأنه يقصر. وقلت لا انا احنا مقيمين وها. وبعدين في الاخير صلى ركعتين وصلى انا خلفه احنا مقيمين ما ادري وش الجايز كذا يا شيخ. شكرا. اي لا مانع من هذا، لكن تتمون الصلاه اذا سلم تقومون وتتمون صلاتكم. هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى باهل مكه في فتح مكه قال يا اهل مكه ان قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فإذا سلم الإمام الذي يقصر الصلاة فالمقيمون يقومون بعده ويكملون صلاتهم. نعم صلاتهم. طيب يا شيخ صالح، الداخل إلى الصلاة ليكمل مع الإمام ما فاته، لو جاء شخص آخر ودخل معه في الصلاة هل تصح صلاته؟ يعني بعد سلام الإمام قام يقضي؟ نعم يا شيخ. لا ما يدخل معه لأنه مأموم، هو أصله مأموم فلا يكون إماما. نعم.